لو الحكايه فيها ان فيتو اسعار الاراضي في شارع محي الدين ابو العز، اسعار الاراضي من 30 لغايه 45 50 المتر. المتر الاراضي، اما بالنسبه للشقق يعني بيوصل 60 ل 45. من 30 ل 45 الاراضي. الاراضي طب هو حسب مكانها، حسب مكانها طبعا. طب هو اللي هي في الشوارع الرئيسية مثلا قدام يعني نادي الصيد، يعني عند نادي الصيد أنا في حاجة مثلا زي اللي قدامي على نادي الصيد 906 متر، تمام؟ صحيح بتتكلم في 80 مليون، يعني سيب بقى حضرتك 80 مليون تضرب المتر هتعمل حوالي بتاع تضرب حوالي 75,000 في المتر أو حاجة زي كده على النادي على طول. وفي نسبة إقبال على شراء ال الناس بتتفرج، بس ما برضه ما يعني ما فيش جدية، في ركود في حالة السوق. السوق فيجو.